شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. بترجاكم ما تكسفوني وتقبلوا عزيمتي اليوم على العشاء، اوكي؟ 8:30 ونص ببعث لكم شوفير يجي ياخذكم من باب بيتكم، اتفقنا؟ طيب 8:30 وانا رح اقنعه لابو باسم ياخذ رزان ويجي لزيارتكم. انت شوفت عينك، انا ما بقدر اترك باسم لحاله. الله يشفيه. طيب اورفوار، بشوفكم. يا اهلا وسهلا. شكرا. الله معك حبيبتي. باي باي. شرفتينا. وين هون
عفاف، هاد ليش جايبه معك؟ هذا الشوفير اللي وصلني. لك قصدي على هاد؟ طلع حط لي غرفتي بشنتايتي، قصدي احط الشنتاي بالغرفة وروح على شغلك. يلا خليها هون، خليها هون. يلا انت وين رايح؟ رايح حط الميكروويف بالصالون اتفرج على التلفزيون. الحقني على المطبخ، الحقني ووطي صوتك مشان الله، ووطي صوتك الحقني. فوت فوت فوت. عمو عمو عمو، تشتري مني محارم؟ لا أبوي، مو لازمنا. الله يخليك الله يخليك، يسو على حريماتك، خلي لك الميمة. كني أنت من حلب؟ إيه من حلب. من حلب؟ من حلب. طيب ما لازمنا محارم، سيك أبوي خدها هي لك. عمو أنا ما عم بشحد، أنا عم ببيع محارم، تشتري ولا لا؟ حق معك، لا تواخذني مشان الله. تعا معي لأشوف، تعا، تعا معي. خول ابني خول. تعا. أهلا وسهلا. خول لأشوف. باسم. تعا، تعا معي. حطوا الأغراض هون. يا باسم. مبروك لأشوف، إيش تحب تشرب؟ ما بشرب شيء. ما بيصير. شكراً شكراً نسم. باسم. أهلا وسهلا. هذا قرايبي من حلب. يا ميت السلام. وهذا وائل ابن بنتي. أهلين وائل. أهلين. شربي شيء. إيش بتشرب روحي؟ شكراً شكراً نسم. لك عاملين الصندويش يا وام. إيه على عيني على عيني، يلا. إيش بك خجلان؟ هون اعتبره بيتك يا زلمة، إيش بك؟ بالخير. كم عم بتبيع هدول؟ الواحدة ب300. 300؟ ليش ما عم ترد؟ هي أمك لهالدرجة أنوار؟ لهالدرجة كنت تتمادى بخيانتك إلي؟ رجع اتصل فيها رجع، بس لا تقلق أني مريت لعندك أو حتى حكيت معك. احكي معه عادي كتير. كيف؟ ما انت قلت لي انه هي خبرتك انه انور عم يتعاون معي، معقول ما اجيت لعندي وتواصلت معي؟ ايه عادي، ما حكيت معك، شو فيها؟ ماشي. الو؟ انور؟ دقيت لك قبل شوي، ليش ما رديت؟ كنت بالمطبخ تاركه على الشحن. حكى معك جود؟ لا ما حكى معي. اوكي، تترك كل شيء من ايدك وتطلع من المطعم، تختفي لك شي ساعتين زمن، واذا حكى معك جود لا ترد عليه. اوكي؟ ليش؟ بدون ليش، عمل مثل ما عم بقول لك وانا بعدين فهمك. اوكي باي. شو بدي يعني اطلع من المطعم واختفي؟ حتى لو دقيت لي ما رد عليك. واخيرا اقنعته ياكل السندويشه. ان شاء الله عوافي وهنا. لكن ما بدك تشتري شيء من هالكويس؟ اي لك شلون، بس عندنا محارم بالبيت. ايوه لحظه نشوف ايش في بهذا الكيس. ايش في ها اشتري هذا؟ اي اي كويسين هدول. خذ ابو سيك، خذ هدول، اي حقهم بالك زيادة. معلش يروح، الله يبارك لك. الله يبارك. بروك لأشوف. بدي أروح أتسبق. إيه إيش عليه؟ إن شاء الله موفق. أعطيه الكيس لأشوف. دير بالك على حالك، ها؟ مو؟ كل كام يوم مر لعنا. تمام. الله يرزقك، الله معك. زايك يا عيني. زين على طول.
تعال تعال. هشام؟ شو؟ لهالدرجة بتحب الميكروويف لحتى جبته معك لهون؟ إيه والله بحبه. بحبه حب خطير جدا، بعشقه. وبدي غني له بحبك كل يوم أكثر من كل يوم، عشان أنت كل يوم أحلى من كل يوم، بحبك. تا 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 را. بس هاد مطرحه بالمطبخ، صحيح عنا بالمطبخ ماله محل، بس هون في له محل. بالمطبخ يا ظالمة؟ لك مو حرام عليك الميكروويف نحطه بالمطبخ؟ برد عليه بياخد برد. شو؟ الحقيقة الست فرح إنسانة رائعة كتير وأخلاقها عالية. تخيل إجت اليوم لعندي لتعتذر بغلط ارتكبته بحق رزان. هي شغلة كويسة كتير، فلازم نقابلها بنفس الإنسانية. بقى إيش رأيك؟ إيش علي؟ منروح منزورة. إيه بس أنا اعتذرت منها، قلت لها ما بقدر أخلي باسم لحاله في البيت وأجي. فالله يرضى عليك، خدها لرزان معك وروح وزوروها. على كل إن أنا اعتذرت منها وهي قبلت اعتذاري. على خير يا روحي يا ماما، إن شاء الله بتقبرني. فتحت عيونك وعم بتحركهم كمان، عم تشوف كل شي حواليك. تقبر قلبي إن شاء الله. تخيل اليوم اطلع على الست فرح وركز فيها. الله، وطلع عليها كتير. لك طلع عليها هيك كم ثانية، طلع على وشها، طلع على عيونها، وحياة الله بسط من جوة قلبي. الحمد لله، معناتها عم تحسن بسرعة. ايه. شوفي سبحان الله، الله بيسكرها من قرني بيفتحها من قرني. الحمد لله الحمد لله. صعي رحت شفت البيت اليوم؟ شو؟ شفي أجاره غالي يعني؟ منطقته ما كويسة؟ لك إيش في؟ يعني هو البيت على العظم. على العظم؟ شلون يعني على العظم؟ يعني عندهم كل شيء. شوفي عندهم كنباية، عندهم طعم صفراء، عندهم برادي، عندهم مرادي، عندهم شبابيك، بواب، عندهم مسبح، عندهم عفاف وكلب. صحيح عندهم كلب الناي؟ عفاف وكلب؟ عفوا انت ما انتبهتي، انا قلت عفاف فاصلة كلب، انت هي ما قريتيها. بعدين لا تزعلي، الكلب احسن من البني ادم. قلك ليش؟ ليش؟ اجت اجت. أهلين مدام. أهلين عفاف، في غراب بالسيارة جيبيهم. هدول العشاء اللي بدك تعمليه، جاييني ضيوف كتير تقال دم، وبدي اياكي تبلشي من هلا مشان بس يجوا ياكلوا ويروحوا. أوكي؟ أوكي. أنا طالع أرتاح شوي. حاضر. هاي المفتاح. لك إيش عم تحكي أنت؟ الله وفى وفى أب باسم، هيك صار وضعه بالأراضي؟ اسمه المعلم وفا، ولا لا صرتي تلبسي بنطلون كسرة، نسيتي إنه كان معلمك. دي بقى خلصنا من هلأ إشهاد، قل لي إيش صار ببيته عجب هون بحلب؟ على الأرض كله. لا أعطيني أعطيه الرقم الخلوي تبعه، يعني ما عم بيجي طاول طاول على حلب؟ مسكينة ما تم له شي بهلأ. أعطيني الرقم لأقول لك. يلا والله حرام، هي كم هلا امبير هي؟ اذا هي 500 1500 حرام صرف كهرباء الستريات و هشام الله يخليك، هي مفتاح سيارة المدام فرح، طلع جيب منها كل الاكياس. شو فيهم الاكياس هدول؟ فيهم شغلات واكل. الله يخليك اطلع جيبهم، انا كثير تعبانه ماني قدراني اوقف على رجلي. تعبانه؟ خلص انا هلا فورا بطلع يا عفافيف ويا عفو يا حبيبه قلبي، فورا انا يد العون. يلا يلا الله يرضى عليك. على السياره بجيب اكياس بسرعه. أوف.
لك يا ام باسم، البيت رخيص، يعني منين نحسن هلا نلاقي بيت اجاره بالشهر 12000؟ منين؟ ما اختلفنا، بس انت عم بتقول البيت على العظم، هذا شلون بنسكن؟ مؤقتي، نسكن فيه مؤقتي نشوف ايش نحسن نعمل، ايش نحسن نساوي؟ يعني ايش رح نقدر نساوي؟ لك يا بنت الحلال، صاحب هذا البيت رفع اجاره ل 150000 بالشهر، منين اجيب له انا؟ منين؟ يا برفع له اجاره يا بدي اترك البيت بكره. انا وقعت العقد مع هذاك البيت ودفعت له اجر سلف لقدام شهر. هشام ليش طفيت الدفاية؟ شو ليش طفيتها؟ يا عفو، الكهرباء بس للإنارة مو للدفايات، هذا اللي صنع الدفايات هو صنع اللي يعمل تفرقة بيناتنا، اللي يعمل تفرقة بين اللي بيفهموا شو معنات انه تدفي الدفاية وشو معنات انه ما تدفي الدفاية، لأنه انت بتعرفي الدفاية بس تشتغل منين بتجيبي كهرباء؟ من محط حطت الكهرباء اللي بيحطوا لها فيول لحتى تشتغل، وهذا الفيول بصير نار وبعدين يتحول الى كهرباء. اما اذا الله عطاكم كهرباء بتعزقوها يمين وشمال، حرام عليكم، هي حقها مصاري هي. هشام انت من وين بتجيب هالحكي؟ مشان الله من وين بتجيبه؟ من وين بتجيبه؟ انت شو هالكياس كله؟ شو هالكياس كله؟ اكيد عنده عزيمه مطنطنه. ايش في مرة ها؟ انزل انطر تليفون. انت شو بدك تعمل؟ حاليا ما في شيء براسي. يعني وين بدك تروح هلا؟ فهمني. والله ما بعرف، يمكن اطلع المكتب شوي بعدين، عم فكر اطلع الاستراحه اقعد فيها كم يوم لشوف شو بدي اعمل. هاي الاستراحه تبع ابوك اللي ما نادر يعني فيها امك؟ يا زلمه انت بتعرف كل اسرار عيلتنا؟ ايه بعرف، بس وحياتك انا امين على السر. صحيح امك عم تضغط علي وعملت لي فوبيا وازمه بالحياه، بس امين وحياتك امين. طيب انزل وانطر تليفون. انور، أنا آسف على اللي صار بالمحل. ولا يهمك يا رفيق، ولا يهمك. مع السلامة. ايه خالتي. وينك خالتي؟ بالبيت. قليلي خالتي. الله يرضى عليك، بدي اسألك سؤال. انت بتعرف الست فرح مين عازب اليوم عندها على العشاء بالبيت؟ لا، ليش؟ ايوه ما بتعرف، لانه جايب اغراض بطعمه 20 زلمة وبدها يعني جهز لك كل شيء فورا. ما عندي فكرة خالتي، ما عندي فكرة. خالتي انت ليش بالبيت؟ ما في شيء، تعبت شوي قلت لا اجي ارتاح بالبيت. خير خير، سلامتك، شو صاير عليك؟ ما صاير علي شيء، بس معدتي شوي متضايقة. سلامتك يا خالتي، سلامة معدتك. اعطيني اعطيني، عم بيحكي معه جوز خالتك، بده يحاكيك. خود شلونك يا أزعر؟ وينك؟ إذا مرضان بروح جيب لك الإسعاف هلا. أنت اطلع منا، ما في داعي للإسعاف. ليك شوف اسمعني، يلي مرضان إذا كان شاب بيكون يا بده إسعاف يا اما بده يتجوز. هلا انت شو وضعك؟ ليش هلا ما تجوزت يا زلمه؟ ما في شيء وحده على الطريق؟
أنا حاب لك شي وحدة؟ لك هات هات. ايه حابب وحدة. واوعك اوعك تتخلى عنا هي. انا شوف بمقام ابوك وعم فهمك. اوعك تتخلى عن اللي بتحبك وخاصة اذا ما كان فيك شي تنحب. لك هات. يا منزعم الله. حبيبي دير بالك على حالك. ايه الله يرضى عليك. الله معك. وعلى فكرة بابا عتبان عليك. وليش عتبان علي؟ قال بتجي على الشام وراي ترجع على حلب وما بتشوفه؟ برحمة أمي وأبوي معه حق. يا خجلتي منك يا عمو أباسم. طب قومي قومي نروح نشوفه. لا لا هلأ ما خرج. بعدين هو كام يوم وراي يرجع على حلب. بحاكيك وبشوفك. طيب ماشي. لو سمحت. سعد مساكم. شو تشربه؟ ايش تشرب يا عزه؟ عندكم شراب اللوز؟ لا والله ما عنا. خدي شي تاني. طيب عصير برتقال. تكرمي. خليه عندي. تكرم استاذي. شكرا. عزه عم تطلبي شراب اللوز بالشام؟ لقد ما في منه غير في حلب. ما بعرف اشتهيته. والله هيك حنيت لايام زمان. هيك وقت كنا نشرب شراب اللوز سوا. بكره بس ترجعوا على حلب نرجع ونشرب شراب اللوز ان شاء الله. ابو وش قد مشتاقه لحلب. تعرف شغله سنون؟ نشرب. والله اشتقت لك. وانا مشتاق لك. انا بضل مشتاق لك. مدام؟ مدام؟ يا مدام؟ قديش صارت الساعة؟ 7 مدام. جهزتي الأكل؟ مدام تقريباً حضرته كله، بس بقي الأكل السخن، مشان هيك كنت بدي أسألك. شو بدك تسأليني؟ الضيوف أي ساعة رح يجوا؟ يعني 8 ونص. طيب مدام هني كم شخص؟ شخصين. شخصين؟ بس الأكل اللي مساوينه مو كتير على شخصين؟ لا لأنه الضيوف اللي جايين لعندي كتير جوعاني. طيب أمرك. أوكي روحي كملي شغلك. ما بقى إلا يجوا. جوزك إجا؟ إيه إجا. ناديلي عليه. حاضر. وش كان إلى داعي تعزم؟ إيش فيها يعني؟ هيك. مساء الخير. بونسوار. كومون سافا هشام؟ كيفك؟ سافا بيان. برافو. تري بيان. شو عم تشتغل؟ ولا شيء. بس عامل مشروع كتير مهم عم حضر له يعني في قيد الدراسة حالياً. أوكي. شو هالمشروع؟ افتتاح مدرسة. مدرسة؟ مدرسة ابتدائي. مدرسة ابتدائي؟ شو خطر لك؟ أنا الخطر لي مدام إنه عفواً بس شو كنا عم نحكي نحن؟ أها أنت كنت عم بتقول عندك مشروع مدرسة ابتدائية. إيه مزبوط. مزبوط. وأنا كنت عم بسألك شو خطر لك؟ ها مدام أنت رجلة أعمال. ورجال الأعمال الشطورين يعني بيعرفوا بعد كل حرب قديش البلد بصير فيها شغل. صح؟ صح. هذا هو هشام.
ركز معي لو سمحت. أنا كنت طالبتك مشان غير شغلي، بس تفكيرك هذا اللي ما بيشبهك خلي يصير عندي فضول لحتى أعرف أنت شو عم يخطر لك، شو عم تفكر؟ أعلك شو عم فكر. بدي أسألك سؤال، أهم مشروع الواحد بفكر فيه بعد أي حرب بالعالم شو هو؟ يعني شيء له علاقة بتجارة البناء، بتجارة الإسمنت، البلوك، هيك شيء؟ جوابك خاطئ. ها، إلا كان مدرسة ابتدائية؟ هذا الصح. ليش؟ والله لما تعرفي الجواب على الليش تبعك وقتها بتخلص الحرب نهائيا. حبيبي أنا صار لازم أرجع على البيت، بعد شوي بده يجي شوفيره للست فرح وياخذنا على الساعة 8:30. الحساب لو سمحت. إيه دمدوم؟ إرز أنت بالبيت؟ لا أنا مع سلوم، بس هلأ رايحة على البيت، أنت وين؟ أنا لساتني بالمطعم، واليوم راح أتأخر شوي، خبري ماما. لا دمدوم اليوم تحديدا ما فيك تتأخري. ليش بقى؟ قصة طويلة، بس نحن اليوم معزومين على العشاء. عند مين؟ بحكي لك بعدين، بس انت عن جد اليوم راي تتأخري؟ راح اتأخر، مدير المطعم راح وتركني لحالي. يا الله، معناها صفيت انا وابوكي بس، لانه امك رح تبقى عند باسم. يا رزة اليوم ايش صار بالمطعم؟ ايش صار؟ خلص هلا انت خليكي مع سالم وسلمي لي عليه. الله يسلمك، بس ايش صار اليوم؟ خلص بس برجع على البيت بحكي لك. طيب ماشي حبيبتي، يلا باي. باي، مع السلامة. سلم عليك دمدوم. الله يسلمك ويسلمه. بالله قوم نروح لعنا. خلينا نمشي. يلا. شبك؟ ما بني شيء، أنا خلص ما بقى بدي ضل هون. شو في؟ شو صار؟ شو قالت لك؟ ما قالت لي شيء. خلص أنا بدي أرجع على البيت، أنت خليكي هون. معك مصاري شيء؟ مليون ليرة، بعطيك مليون ليرة. هشام، الموضوع أخطر مما بتتخيل، وأنا لو عندي غير هالحل كنت ساويته، بس ما في غير هالحل. مدام فرح، أساساً ليش لحتى أقول لك مدام؟ أنا خلاص تركت الشغل من عندك نهائياً. أنا اللي بعرفه إنه أنا كنت أشتغل عندك من شي كم سنة وقلعتيني من الشغل الظلم. مو هون حديثنا، هاي مرتي عندك اللي جوا كمان، إذا بدك تقلعيها بسببي قلعيها مو مشكلة، بس توصل معك إنك تطلبي مني هيك طلب؟ لا وألف لا. هشام، هاي البنت إذا البنت شو عملت لك؟ شو عملت لك حتى تأذيها هالقزوة هاي؟
أنا ما بعرف على البنت وما بعرف شو عملت لك أصلاً. أنا اللي بعرفه إنه أنا بذكر وبعمل حالي سكران لأنه السكر ما عاد أثر فيني على القهر يلي بجواتي. مدام أنا عيشتي مثل موتي تماماً، بس أما إني يكون وسخ لهالدرجة. أنا عم أحمي ابني، عم أحمي ابني. احميه بعيد عني، عن إذنك. لا وين بدي اطلع؟ انتوا بدكم تروحوا. كنت حابب اشوفه لباسم شوي، مشتاق له بدي اشوفه، بس يلا غير مره. ايه فيك تطلع تقعد عندهم لبين ما ارجع انا وبابا، بعدين ماما ضلي مع باسم وديما شوي وجاي. بتعرفي عم بتضايق بس اشوفه لباسم، مشتاق له كثير ومبسوط انه فاق وفتح عيونه، بس كل ما اشوفه بيرجف قلبي. بتذكر اهلي والحادثه. ايش هدول؟ هدول اعطيهم لابوكي وقولي له هي دفعه من الاتفاق اللي بيني وبينه. اهلين سالم، دخول. شلونك عم قباسم؟ الحمد لله ماشي الحال. حبيت اشوفك واطمن عليك وعلى دراستك. انت بدك تقدم مشروع التخرج هالسنه ولا سنه الجاي؟ ان شاء الله سنه الجاي عمي. ايه ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالتوفيق. انا بالصدفه هداك النهار شفته لابوك وقال لي انه ما عندك لابتوب. لك معقول يا رجال شاب عم يدرس هندسه معلوماتيه وما عنده لابتوب؟ شو هالحكي هذا؟ ماشي الحال، عم بدبر حالي من هون ومن هون. شلون يعني من هون وهون؟ يعني مره بستعير من ابن جيراننا، مره بستعير من رفقاتي، ماشي الحال. ايه ايش علي؟ ايش علي؟ الحاصلة هداك النهار كنت بالسوق، وقفني واحد من معارفي هدول اللي بيشتغلوا تجار بالكمبيوترات وهي الشغلات هي، وقال لي في شركة يابانية مصممة هيك لابتوب جديد وبيعطينه هون على سوريا لواحد اسمه سالم عم بيدرس هندسة كمبيوتر المعلوماتية وغير شغلة ما بعرف. قال لي بتعرفه لسالم؟ قلت له ولو أنا اللي بعرفه. قال لي أمانة الله وصل له هالكمبيوتر بيعطي له إياه من الشركة من هنيك. شرف. من اليابان لحلب عمي؟ لسالم خصوصي. كتر ألف خيرك عمو، بس أنا ما فيني أقبله لللابتوب. يا بو أنا ماري علاقة، أنا مرسال بينك وبينهم. تعرف ياباني؟ بعطيك رقمهم يا بو، أنت احكي معهم من راسك لراسهم. فضلت على راسي، بس والله ما بحسن أقبله. إيه إيش علي؟ ادفع لي حقه. يعني مو هلا، انت بس تتخرج وتشتغل وتطالع مصرات اول شيء سوي يدفع لي حقه. كويس هيك؟ شكرا عمي. واذا ما فهم عليك قصدك ذكريه وقولي له ان الاتفاق بيني وبينه كان اني ابلش ادفع اللي علي بعد ما اعمل شيء بيرفع الراس، وقولي له انه سالم عمل الشيء اللي بيرفع الراس بس رد حلب لاهله. ماشي.
اهلا وسهلا، تفضلوا. مساء الخير. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. تفضلوا. اهلا وسهلا. الله يسلمك. طيب انا رح اخبر المدام انكم وصلتوا. شكرا. فوتي عفاف، سكري الباب. مدام وصلوا الضيوف. اوكي، ضيفيهم شي لبين ما استقبلهم استقبالي ليق بمقامهم. قولي لهم لحظات بتكون المدام جاهزه لاستقبالكم. حاضر مدام. اهلا وسهلا. الله يسلمك. يا بشو سلموا. اهلا وسهلا. شوي وبتكون المدام عندكم. ماشي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا بضيفنا وبنته الحلوه رزان. حبيت استقبلكم بهالطريقه الخاصه لأنكم أنتو ضيوف خاصين، ولأني مقتنعة أنكم تستاهلوا استقبال أكبر بكتير وأجمل وأهم. بس أنا بطبعي بحب البساطة، مشان هيك ما رح أتأخر عليكم لحتى ما تملوا، ورح أبدأ الاستقبال. شرفتونا يا أكابر. النمر الوردي جوعان. النمر الوردي عم يدور على شي ياكله. عفاف حطي لهم شي ياكله، بيكونوا جوعانين. قومي لأشوف. سالم منو؟ خلينا هلا بدون كسل. ابي وين؟ ابوك هون بالشام، وهلا هو موجود باستراحه شهريه من سنتين. انت مين؟ شو جابك لهون؟ باسم سال عنك. باسم حكى وقت طلعتي هيك من المطعم فرحانه و شو؟ وبسيني. الحياه اللي رايحين عليها جديده علينا كلياتنا، مو بس ما لنا متعودين عليها، لا لك حتى بالتلفزيونات ما لنا شايفينها. اللي بيرجع لصحابه واللي بيتربى على العين.